أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن 20 شخصاً على الأقل قتلوا في الهجوم الذي استهدف مجمع الوزارة في صنعاء الخميس بحسب رسالة نصية وزعها موقع الوزارة. وكانت مصادر أمنية أكدت سقوط عشرات القتلى والجرحى في الهجوم الذي بدأ بتفجير انتحاري لسيارة مفخخة عند مدخل مجمع الوزارة قبل اقتحام مسلحين لعدد من مباني الوزارة التي أكدت السيطرة على الوضع. وكان تنظيم القاعدة نفذ في السابق عددا كبيرا من الهجمات التي استهدفت المؤسسات العسكرية والأمنية.